إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدين شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء بالضبط في منطقة ديال سباتة. كيف ما كتشوفوا معنا أمي عايشة كتعيش المعاناة بحكم أنها عايشة في واحد البيت وعند الأبناء ديالها يعني بثلاثة. عندك جوج الأبناء أم عايشة ياك؟ جوج الأبناء اللي عندك مراد، عندك جوج الأبناء اللي مراد ياك؟ جوج وليداتك اللي مراد، عندها جوج وليدات ديالها اللي مراد، وعند البنت ديالها اللي كدير لها المشاكل مع السكينه ديال المنطقه هنايا، وهي الطلب ديالها الوحيد هي بنتها تتعالج ومشي للمستشفى باش ترجع في صحه جيده، لان طرات لها شي مشكله اللي ما عرفاتهاش كيفات اللي كانت السبب ديالها في يعني في انهيار العصبي ديالها. السلام عليكم يا عائشه. قولي لنا المشكل، كيفاش بنتك توقع لها هذا المشكل هذا؟ عاودي لنا ديال بنتك. وعلي صوتك شويه، علي صوتك باش يسمعوك الناس. علي صوتك، راه ما كيتسمعش مزيان صوتك ام عايشه. واحد النهار راحت جات الاخبار، قال لك بنتك راه في السبيطار في ديال محمد الخامس في الجديده، مشيتي تشوفيها. ملي مشيت لقيت بنتها في ذاك النهار مشيت، ملي مشيت قلب تعيا ما لقيتهاش، جيت في حالاتي الغد اللي جات مع الصباح. ملي سولتها قلت لها كيفاش طرالي، قالت لي هاكا يما هاكا راه مشيت للبحر وطحت في البحر وخلاوني فيه، جابوا لي غير الحواته. ملي جبدوا لي الحواته حطوني حدا البحر، حتى الصباح كتكذب، حتى الصباح جاي مات عطاوني البوس، وعندي بداو لي الدار كرهاني. يعني هي كانت في صحة مزيانة قبل؟ لا، كانت في صحتها بخير، وعاود صحت ثاني من ورا داك الشيء، صحت ولات بخير. واحد النهار تجاه هذا الشيء اللي كيجي. يعني اللي بغيت نوصل لك، شنو المعاناة اللي كتعيشي معاها دابا حاليا؟ شنو المعاناة اللي كتعيشي معاها؟ مريضة عايشة معاها في كاميرون، عمرها ما ضرباتنيش حتى يعني وصلت بهذه الدرجة أنها تضربك. علاش ضرباتك؟ شنو وقعت ضرباتك؟ كنحملك انت ماشي مو انت يهودية ماشي مو. البارحة هذا قالتها لي تاني، ومن طول الله وقالت شي عطاني الله، كنطلب من الله والمحسنين اللي هداهم الله يوقفوا معايا بغيت بنتي تعالج. راه ما عندي حتى واحد اللي يخرج لي يدخل عليا، راه عندي خوها مريض عنده 65 عام وعندها اولاد، عندها بنت وعندها ولد. والبنت اش طاري لها بنتها؟ بنتها البنت ديالها شنو طاري لها؟ شادها واحد حابس هذا اللي بغا يتزوج بها، باقي ما نزوج بها ما والو، حابسها. يعني هو ما مزوج بها ما والو؟ هذه ست سنين كانت بغا تجي تمشي عاد تشوفني، حل الوحده كانت بغا تجي تشوفني ما كيخليهاش. وكيفاش اختفى؟ ما هي كانت معاكم واختفها، واش كان كيتعرف عليها قبل؟ كان ساكن حداكم؟ داتها واحد خيتنا هي ساكنه حدانا، داتها تماسك هربتها علينا كتبيع الشريفيه، وهذا هو السبب. او دب هذا هو قبل حالها،
وشحال ديال الوقت دابا ما شفتيش بنت بنتك؟ شحال ديال الوقت ما شفتيش بنت بنتك؟ شحال ديال الوقت؟ عامين ما شفتيهاش؟ عامين ما شفتيهاش؟ بارك هادي راه ما شهور هادي دابا ما كنتشتها. وشكون اللي كيصرف عليك امي عائشه؟ منين كتخلصي الكره ديالك؟ منين كتاكلي؟ منين كتشربي؟ بنتي بنتك اللي مريضه هي اللي كتصرف عليك؟ اللي مريضه هي اللي مسكينه كدير كنينه يوصل للسكا وكتمشي تبيع في الديره وتبيع في المارشي وفي القهاوي وكتجمع مسكينه فلوس الكره وفلوس الطاوله وكتجيب ليا ما ناكل. الا خطاتني راني بقيت قاعده الله كريم راه نقعد ونوض راني قاعده نبص ونوض ونبص وش العائلة ما عنديش نساوني على خبلها قال لك دري عليها هي وولادها حيت عندك ولد دخل وليدات انت قالت لك دري عليها هي وولادها انا ما قدرت هي ما تزوجاش ما والو ولدات وليدات هي عطاها الله وليدات وربيت هي ربيت البنت الكبيرة وربيت هذا الولد هذا وحدين اخرين عاطيه من الناس بنيات وشنو الطلب ديالك اليوم امي عائشة؟ يعاوني في حاجه وسخها الله في حاجه مولانا يزادي هذا اللي كنطلب من عبد الله وليدي ما تتكفل حتى حاجه وانا ما تتقدي نخدم ما تتقدي ما عرفت كنقول غنطلب ما تتقدي اللي عطاها وليدي هو شتي الله ينشر صيدنا هذا اللي كنتمناو امي عائشه راه درنا النيميرو التليفون ديالها امي عائشه دابا الطلب ديالها الوحيد هو بنتها تعالج وتمشي للمستشفى لانها كتخلق ليها مسكينه هي رغم يعني المشكل اللي عندها النفساني هي اللي كتخدم عليها كتبيع كلينيكس كدور كتطلب باش كتجي كتخلص راه كنا غننقلوا لكم الباتش من البيت ديال امي عائشه لكن يعني الريزون ما كاينش هذا هو المشكل علاش ما درناش هنا الباتش وخرجنا للزنقه ومعنا احد الساكنه ديال هذه الحي هذا اللي يعاود لنا المعاناه اللي كتعاني هذا البنت هذا باش يعاود لنا شنو المشكل لك. السلام عليكم خويا تقدر تقول لنا شنو هذه المعاناه اللي كتشوفوا من البنت ديال امي عائشه؟ يعني كانت بخير الدريه في الاول توقع لها المشكل مسكينه شنو كتسبب عليكم شي خطر هنايا؟ ولينا خايفين اخويا والبارح ضرباش هو بكاس ولينا خايفين يعني بنادم كيخاف على وليداته ويخاف على الوالديه خايفين على الدراري الصغار وتا امي عائشه مسكينه دابا راه كتبات معاها يعني راه مرفوع على القلم الدريه مسكينه مريضه خصها تعالج كدق عليكم على ثلاثه الليل كنمشي نجمعوا القصريه انا يعني كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام البنت كيف ما كيقولوا على حد القول ديال الساكنه ديالهم هكا معيشه يعني كيطلبوا ان السيده كانت بخير ودابا ولاو خايفين على رياسهم هما خايفين على وليداتهم خايفين على والديهم وكذلك امي عائشه هي خصها تخاف على راسها لان البنت ديالها فاقده الوعي ديالها تقدر تهز شي حاجه تضربها بها كيف ما سمعتوا البارح كانت كتناقش وضربتها بيديها وكيف ما كتشوفوا امي عائشه عندها شي 80 سنه يعني امراه يعني امراه مسنه لذلك كنتمناو ان المسؤولين يتحركوا ويجيو يداويو الدريه هذه سبق لك امي عائشه مشيتوا للسبيطار هضرتوا معاهم قلتوا لهم هاد السيده راه خصها تجي تعالج مشيت عند بقيد شرح لي عطيني ورقه باش نشوف لي ديالي للسبيطار باش تعالج قال لي زاد جيبي لي هذيك السردافيكا الاولى اللي كانت عندها كانت السردافيكا توضر لي راه 2013 فاش شديتها وشنو غديروا دابا؟ شنو غادي ندير دابا؟ دابا عطاوني الوراق راني كنتسنى. قلتي لي يا امي عائشه كنبغي نداو ولكن كتغلبنا ما كاينش اللي شده معانا. كنخاف اوليدي كنخاف وبنادم تا حد ما زعما يديها معايا كيخاف بنادم على راسو الضرب ولا كتضرب عمرها ما دارت بحال هاد الحاجه وهاد العام دارتها. يعني الميساج واضح، كلمة أخيرة شنو بغيت تقولي يا أمي عائشة؟ الكلمة الأخرى شنو بغيت تقولي للناس اللي كيشوفوا فيك؟ يساعدوني باش ترفد تمشي للسبيطار بعد تعالج. ميساج واضح.
كيف ما سمعتوا معنا ام عائشه ما طالبه والو، طالبه فقط البنت ديالها تعالج وتجي شي امبيلونس اللي ديال المستشفى تعالج، لان البنت ديالها كتشكل خطر. او ميم طون هي اللي كتصرف عليها مسكينه، هي اللي كتبيع كلينيكس وكتصرف عليها. كيف ما كتشوفوا ام عائشه ما عندها الصحه باش تصرف على راسها، يعني الزوج ديالها توفى، عندها واحد الابن حتى هو كيعاني من مرض نفسي، بنتها اللي كتعاني من مرض نفسي عندها جوج الوليدات، والبنت ديالها يعني مختطفه من عند شي واحد اللي ما كيعرفوش، الاسباب مجهوله، ما بغاش يطلقها. دونك كنتمناو من المسؤولين انهم يتحركوا باش يداويوا هذه السيده هذه، باش تعاون امها ترجع للوعي ديالها وتعاون امها، حيت ما كاينش اللي غيصرف على ام عائشه. اذا الميساج واضح، وكنتمناو ان المسؤولين يتحركوا. ونمره التليفون ديال ام عائشه احنا راه قيدناها، هي 06-04-69-10-57، غنعاودها 06-04-69-10-57. كنتمناو من داوي قلوب رحيمه في هذه العواشر هذه، وحنا مقبلين على رمضان، كنتمناو من ربي ان شاء الله يعاونوا الناس ويعاونوا المحسنين باش ما سخاهم الله. اذا وبهذا مشاهدين شوف تيفي غنهيو هذا البث في بث اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.